السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. للأسف الشديد اللي كيتعطى للشعب هذا، هذا أول علامة أنه ضعيف الإيمان، لأن اللي عنده قوة الإيمان بالله تعالى ويثق بأن الله هو النافع هو الضار هو المانع هو المعطي لن يذهب الى الشعوذة. هذا انسان عنده نقصان في الايمان، ثم عنده ايضا ربما عنده ضعف في الشأن الاجتماعي، انه مضارب مع الزمان، لم يستطع ان يكون قنوعا ولا راضيا بالوضع، يريد ان يغير ولكن لا قدره على التغيير الا بسلوك طريق الشعوذة. كاين الشعوذة اللي كيستعملها من اجل التفريق بين الناس، هذا حرام جدا، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، او الاضرار بالاخرين، انه كيقوم كيتقف ليه التجاره او كيتقف ليه البنات، هذا كله ضرر خطر جدا وهذا كفر والعياذ بالله. وكاين ما يسمى بالشعوذه البيضاء، انه كيسمو سحر المحبه والموده، كيستعملوا غالبا في الجانب العاطفي الفتيات والرجال، يعني الشمع كيشعلوا الشمع ولا كيطفوا الشمع ولا بزاف ديال الاشياء من هذا القبيل، كيسموها السحر الابيض، حتى كاين السحر الاسود والابيض هو للموده والرحمه وجلب الحبيب. هذا كله دليل على ضعف الايمان، دليل على ضعف النفس، والانسان اللي مشى في هذا الطريق كيخسر الدين ديالو ولا يحصل على شيء في الدنيا. والوصيه هي ان الانسان يعمر قلبه بالله تعالى، ولا بغى شي شيء يصليه هناك الدعاء ربنا عز وجل، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الحاجه اللي ما بغيتش نصليها بالقدره ديالي بالفكر بالمنطق بالعقل بالمدارك كنصليها بالدعاء، وانا ذاك ممكن ان الانسان يصرف عنه البلاء ويجلب له الخير بالدعاء. اي بالدعاء. بالدعاء، الدعاء مخ العباده، اما الشعوذه فهي كفر وهي من تلبيس ابليس، وللاسف الشديد انتشرت في المجتمع، ودليل على ان كاين نقصان في التدين. وهذه رساله للعلماء وللفقهاء والصلحاء انهم يجتهدوا اكثر، راه المجتمع هو مريض والعلماء وفوقهم الاطباء لابد ان يتدخلوا لعلاج هذا الجسم المريض بالنصيحه بالوعظ بالارشاد بالكلمه الطيبه. اكيد السلطات عندها واحد الدور، لان القضيه مرتبطه بالامر بالمعروف ونهي المنكر. الامر بالمعروف كيقوموا به العلماء والصلحاء والمصلحين الاجتماعيين، والنهي عن المنكر كتقوم به السلطات. السلطات اذا شافت واحد الظاهره فيها شعوذه لابد ان تتدخل اول حاجه بالنهي والردع، ثم اذا كان الضرر كتنزل العقوبه حسب ما يقتضيه القانون. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.